اعطيكم سالفه. عندك سالفه علي؟ اي ها حسنا تقول انت ايش تقول؟ انت تقول سالفه عندك؟ عندي سالفه، عندي سالفه بزي الله قبل شيء. رد العواقب امر الله من ساعه. اقول لكم هذا على هلا لمته اي تستنار. هذا ما هو معنا. اجلس يا عيال انا عيوني. خلنا اجي مكانك. تجي مكاني؟ يلا. كأن الخميس يلا بعطيكم سالفه. انا عندك سالفه انت؟ يلا راح. عندك وش؟ شرب السوال. نبي يلا عطنا كذا قصه انك دخلت صارت معك انت شخصيا. لا مو معي شخصيا. انت تقول جعلك ما تصدق. لا هو يقول لك قل له الله. صلوا على النبي. صلوا على النبي مره ثانيه. عليه الصلاه والسلام. صلى الله وسلم. جالس اتذكر السالفه. صلي مره ثانيه. سوالف موجوده. نوزن السالفه ولا لا؟ والله صدق لا والله صدق. يلا اسلم يا حبيبي. قال اسلم. اعطيكم قصه خفيفه لطيفه ان شاء الله. هذه قصه واقعيه. تمام؟ على لمتها الجلسه الطيبه ذي والامور الزينه ان شاء الله. شرواك الطيب. شرواك الطيب. هذه قصه عن رجال وهو خويه. حلو؟ يزين الجلسات لمة النار والهدوء. واحد تجي كذا. المهم يا طويل العمر السلام. المهم بسم الله. انت معي يا مالك ولا معك؟ معك. السالفه هذه، هذا الرجال جته وظيفه باحد الشركات. طيب حلو. المهم دخل بالدوام وتوظف ومشت الايام ومشت السنين. الرجال هذا اسمه محمد. جاه مرت الايام وجاء موظف ثاني معه توظف، نزلت وظائف وتوظف واحد منه. الثاني هذا اسمه خالد. يوم مرت الايام الا خالد هذا الموظف الجديد. الموظف الجديد هذا خالد مع انت مع محمد خلاص طلعت. الموظف الجديد قال عاشوا حياتهم وعاشوا الامور زينه. لا انا اللي باشر. اسلم صقر. اقول لك انت يا خالد ومحمد قعدوا مع بعض الدوام، تعرف زملاء دوام امورهم زينه وحياتهم زينه، وكل ما لاحظ انت يا محمد مع خالد الرجال اذا جاء يجيب قهوه معه ويجيب مفرحات معه ويسال، واذا جاء فطور وناقصك شيء يا محمد ويجي. استغرب وانت يا محمد قاطع جميع اللي هو التواصل ما التواصل، الرجال زي ما تقول اشبه بالانعزالي بالبيت. استغرب من تعامل خالد معه. مرت الايام خالد كان جميل جدا جدا تعامله مع محمد. مرت الايام وجاء خالد يوم جاء ويكند زي ما تقول جمعه وسبت كذا، اتصل خالد على محمد بعد هذا الكلام ذا بعد مر سنتين من الدوام. سلام يا محمد اخبارك طيب كيف حالك؟ الحمد لله. هم بالرياض طبعا. قال انا عازمك طول عمر على اليوم ويكند حنا والرواتب نازله، عازمك طول عمر على عشاء زي ما يقول الحمات كذا، عشاء محفوف مع اخوياي ذا حياك الله. استغرب محمد لانه اصلا وش علاقته دائما محدوده مع خالد، يعني صح ان علاقه جميله لكن علاقه دوام. فاتصل عليه وقال عيني وجعتني. اتصل عليه قال عيني وجعتني. قال عيني وجعتني. اتصل عليه وحارسل له موقع بجوجل ماب، الا المسافه تقعد يمكن تبعد يمكن ساعه ونص، مسافه بعيده. بس هو فكر قال يا ولد ويكند وطلعه ويستاهل خالد ان يجي وراح. الا المكان يعني زي ما تقول هو بالرياض، والمكان يمكن ورا الخرج بعيد شوي. مغطى. وصل يوم وصل هناك الا مزرعه كبيره. واستغرب محمد المزرعه ذي على مدخلها على طول تدخل مع الباب مقسومه قسمين. قسم كذا وقسم يمين. يعني كانها من شطره شطرين، يعني زي ما نقول احنا هنا بالقناه هنا لوكيشن لوكيشن. المهم دخل وجلس. الا لقى السيارات والامور زينه وذا الناس، يعني في ناس موجودين. يوم دخل المزرعه، مزرعه يعني بعيده قطعه زي ما تقول قطعه. دخل خلي اي دخل مجلس كبير. كبير مساحه المجلس. الا بنص المجلس فيه شيء زي الذيب، وله ذيب بس كبير ومحنط.
ايوه تمام ووجه مفترس يعني ومحنط وكبير كبير مره يعني يمكن حفر القبور لا يعني كبره كبره حرفيا حرفيا كبره حفار حلو شبيه بالذيب وكبره حفار شبيه بالذيب وكبره حفار اللي هو هذا يسمى السعلوه اي نعرف اي السعلوه هذا اللي هو شو تجي من انثى الذيب وذكر الظبي نعم اي لكن هذا دخل استغرب شيء ذا كبير وجلس ولقى شايب جالس بصدر المجلس في رايجير بس شايب شد انتباهه والشايب هذا عينه ما له عين مفقع عين وشكله ملفت دخل سلم على الرايجير جلس جلس سلم على الشايب وجلس واستخدمتهم السوالف وقطع على شاكم الله يحييكم وتعشوا بيض الله وجهك ايوه جلس مع خالد اخبارك طيب كيف حالك وهلا لا 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 خالد في رخيزه بالدوام خالد اللي هو عازم المعزي المهم يوم خلصوا من العشاء الرجال طلعوا خالد يوم انها قال لهم قطع عشاكم تعشوا الرجال محمد تعشى ودخل تعرف بعد العشاء خليك كاسه شاي خالد يوم رجع لقى محمد خويه اللي جالس عند الشاي ايه ينشده ومسك راسه انت يا محمد ما يبي ينشده ما يبي ينشد الشاي الشايب هذا ابو خالد المعزب اي بس هو ما يبي يسر الا اذا محمد يساله وشو خذ الفضول قال لي يعني يا عم وشو ها اللي حاطينه محنطين عندكم كم شريتوه مدري وشو سالفته وش سالفه عينك المهم محمد جاء يوم جاء خالد قال لي يا محمد ليش اسال السؤال ذا ما له شيء لا لا قال دائما سال السؤال ذا خلني اعد له السالفه قال وش السالفه قال له السالفة يا طول عمر السلامة أن المزرعة هذه أول ما دخلتها أنت هذا حين أبو خالد قصة قصة ذي يقول أهل محمد يقول السالفة هذه أن المزرعة هذه كانت لي أنا وأخوي حلو كنا متشاركين فيها وكانت كبيرة تمام تمام يقول الله يخرجك يا شيخ إيش بقصة الله يخرجك يا شيخ مري ترى الشاي يطبخ اقول علي هذا جاء الشاي يطبخ الظاهر اسمع اقول لك طول عمر السلام ترى السالفه ذي واقعيه صدق اسلم اسلم ويجيك انت يا ابو خالد ويعد السالفه انت شوي ابو اي ابو محمد قصدي معليش هو ابو خالد ابو خالد انا ضيعت مهنا المهم ويعد السالفه قال له اي والله اسلم 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 اي تسلم قال له يا طول عمر السلامه ان السالفه هذه سالفه السعلوه هو اللي قدامك هذه المحنط هذا له قصه قال وش قصته قال قصته طول عمر السلام اني انا هذه عده سالفه الحين ابو خالد ابو المعزب ابو معزبي واضح قال المزرعه هذه كانت كبيره ولي انا واخوي وكنا عايشين فيها ومعي ابوي وكذا ومعي جدي يعني عد جده بعد المهم كنا عايشين بمزرعه بسلام ومره زين والمزرعه هذه كانت قديمه ايام الرياض يقول كان يعني بعيده بعيدين عن المدينه احنا مره يعني زي ما تقول اشبه ساكنين المزرعه يقول وكان ابوي المعزب عند السالفه الخالد لمحمد يقول كان ابوي يطلع يجيب لنا اكل واماكل وكذا اعطني هذا خليني احس عليه لهذه الدرجه تاثرت من القصه لا لا يا رد لهذه الدرجه تاثرت من القصه انا احطه بس 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 مو بيابس بس يا ولد الشاي يتوسخ كلها من انا استهرج السالفه المهم اقول لك قال ان السالفه هذه كان ابوي يطلع معزي يقولها يقول كان ابوي يطلع يجيب ناكل ماكل ويترزق من برا كذا ترزق ورجع ويرجع يجيب ناكل الامور ماشيه الحياه ماشيه يقول لين جاء يوم من الايام ندريم فيه ذيابه حولنا تمام ذيابه ذيب 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 شروان مو شبهين الذيب لا ذيب اقول لك المهم يا الذيابة وما الذيابة وكذا ومعلمهم أجدهم هذا معزب يقول معزب يقول أبوي يقول لنا إن ما حد يطلع إذا جت الساعة 12 بالليل ما حد يطلع لأنه مزرعة مهما سمعتم من الصوت لا تطلعون قال تمام قال تمام المهم تمر الأيام فجأة في صوت ذيابة أبو معزب مو موجود تمام لنفترض عشان تعرفون السالفة صح نفترض أن أبو خالد هذا اسمه احمد
اللي يقول السالفه والشايب مبقوع عينه. احمد هذا يقول ان ابونا مو موجود. ابو خالد اي يقول ابونا مو موجود، نقول ما في الا انا واخوي اللي هو خالد. لا لا خالد هذا ولد خالد الولد. تمام تمام تمام. احمد يقول ان ابونا مو موجود. احمد موجود عنده اخوان وكذا، جالسوا اخوانه وصغار وكذا، ابوهم راح. حلو. المهم والله رغم هذه لكن السالفه غصب بس لا ضيعت من السالفه. احمد وخالد عيني انفقعت. لا انا بغيت اقول خالد عم ابو خالد عم احمد خالد اللي مع بالدوام. بس المساله السالفه كلها اسلم. انت فهمت ولا صدق؟ لا صدق. لكن انت يوم قلت احمد صار في حوسه شوي، خلها ابو خالد اللي هو المعذب. ابو خالد اللي هو المعذب. اي ابو المعذب. ابو معذب واضح. اي يقول كنت موجود انا واخوي وابونا مو موجود. قال انتبهوا لاخواتكم وكذا وكذا والبيت لا احد تطلعون عشان ابوه رايح يترزق. اي ابوه رايح يترزق. قال المهم تجي الذيابه ويقفل من الباب على طول. يوم من الايام تمام والناس نيام طلع انت يا ابو خالد هو يلعبون بال مثل قالوا يعني تعرف اللي يلعبون لعبه صغارهم يلعبون طلعوا اخواته الصغار يلعبون فجاه يعني فجاه يروحون يبعدون زياده يبعدون زياده يبعدون ما ادري عن نفس الهوده. سمعوا صوت هم بعيد داخل سمعوا صوت زي خربشة كذا شوشرة. اي الا شافوا لهم ذيك الشوفة مثل اللي شافها علي اول. ايوه السعلوة بين الذياب طلعت حساس. السعلوة هذه تراها ما يمزح معها ذكي غير ان ذكية هذه مفترسة مرة. المهم هذه اشد من الذيب واشد من الضبع. اي صح. وجبتها المفضلة وجبتها المفضلة راسك. نعم اي أيوة والله صدق. هذه يوم شافت الورعان كذا شفت وتجي ولا حط رجلك حط رجلك حط رجلك حط رجلك ولا ابرعان ارجعوا. شاف ال 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 انت يا اخو ابو خالد شاف ان الوضع مزري خلاص خلاص ان حاله بين البيت وبين المزرعه خلاص ما يمديهم يرجعون لازم يتدخل. اي لازم. فسوى راح زي ما تقول راح يشغلها يضربها بشيء كذا عشان تبيها تلف له. لفت له ووصى اخوه اللي هو ابو خالد قال اذا دخل اخواتي دخل الصغار الا دخلوا الا انت الضبعه كانت قامت تاكل سالو. اي كانت صغار قامت لا كانت عندي اخو ابو خالد اخو ابو خالد ولا يجي انت يا اللي هو عمه ابو خالد انت عقك لا عد اللي هو عم المعذب. اي عم المعذب عم المعذب. اي هلا هلا اللي هو عم اللي هو عمه. اي يوم منه شاف الوضع تقهرت عسنا يوم شاف ان الوضع تكهرب وانت يا عمهم قمزت عليه السعلوه واخذ انت يا ابو خالد لا تسمع حاتم يا خالد جاب ابو خالد يا حاتم يوم الله يومها اسمع ذكرت ابو خالد يوم ابد ما دخان ابد يوم دخل عليهم ابو خالد يمسك اسلاح اخوه مات جاء عنده ماسك سلاح ويتفت زي ما تقول السعلوه كلت باركتن عليه وتاكله لفت عليه تقمز عليه ويرميها وتلقط عينه. يوم شاف كذا الوضع بس هو ذبح السعلوه الحمد لله بس انه راح اخوه مات اخوه مات عاد من بعد الموقف ذا حط قسم المزرعه قسمين انها لي ولاخوي بعد ما توفى ابوهم وكذا لي ولاخوي وكذا اخوه عنده عيال. ايه ما ادري والله ما سالت لكن يوم انه استغفر لي بس والله اسئله يوم انه عاد صار اللي صار شفت خلصت سالفتك سالفتي سالفتك راح طلعت تعرف تسولف لا لا سالفه عندي يوم اني رحت حايل والله سواليف حلوه حاتم حاتم في قصه صدق والله اسلم يا علي لا ما في والله خلص خلص انتوا مكانكم خيمه يا طويل خلص يا ابويا روح البحر يا ابويا لا تغسل روح البحر يا ابويا روح ايش في شنبك يا ابويا ولا حلاق خلي حيك شنبك سمعت ايش يقول حمد صعد الموضوع علي حاتم سمعت حمد ايش يقول خلاص طب لا تغسل وجهك عشان ما يروح نحن السابقون وانتم اللي هذه قصه ايش متى حصلت يا شباب حصلت تقريبا قبل يمكن شد يا حاتم شوي حاول تجيب قصه لا لا خلاص حزينه لا لا صدق حزينه لا والله صدق صدق عشان حزينه 35 سنه بتعرفوا مع مجريات القصه هذه قبل 35 سنه لا لا تمام المهم كان في واحد نعم ساكن في مدينه من مدن السعوديه والله الرجال تقريبا عمره يمكن حدود ال 29 سنه اعطوني عصا
والرجال ايوه فهمت يعني لا لا يا ترى شغال النار شغال 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 يعني ليش تصخون لا لا عادي دخن علي انا راضي بدو لا تقولون تهوفون وتوسختون ملابسنا على الفاضي خلوها تقول خلها بالله خلها بالله خل اسلم يا علي قبل 35 سنه قبل ايش؟ انت تقول قبل شوي هذا معقب على السوالف وشو؟ والله قبل شوي يقول السالفه لا لا عندك تسولف وتركز يعطيك اسئله خليك بخيل يقول يوم طلع راح ايوه الرجال قبل سنوات يعني بسيطه فهمت؟ لا لا عادي عادي خلها اقرب لنا بالله خلوها يا خلو تعال هنا مكاني ترى بتحرق النار هنا تحرق النار ما هي هذه اللي قاعد تدخل لا اللي خلاص بس كسرت اسلم المهم الرجال هذا كان يبغى طبعا موظف ما شاء الله تبارك ما هو موظف لا والله ما هو موظف عقدتوني مع انا مثلك انا سوالف كذا عجزت فهمتوا الرجال ذا يعني كان ابوه عنده خير وما خير زي كذا فقعد فتره الين توفى ابوه وقعد في الديره ما عنده الا عمه وهو عنده واحده من اخواته بس وامه وذا الرجال حاول انه يشتغل حاول انه يقوم تجاره ابوه حاول ما عنده ذيك الخبره الكافيه ولعل فهمتوا زي ما تقولون خسر كل شيء راح كان يحب له واحده من اهل ديرته الله تمام. جوي المهم بالعادات انه يروح عندهم وراح كذا مره دق الباب على راعي البيت ايوه نبغى بنتكم على سنة الله ورسوله الوالد ابو البنت قالوا يعني وش مهلاتك وش انت موظف فيه وش مهر بنتي وذاك المهر ما يعني ماني معطي بنتي اي واحد والبنت تبغى هو يبيها وهي تبيها ايوه بس حال بينهم الوالد انه يبغى مهر تجهيزي شوي اي طمع اصعب شيء طمع والولد يعني شوف الـ الأب من حقه يعني إنه ما بيفك بنته إلا تكون يعني زي ما هي عنده زي ما هو صارف عليها مكرمة في بيتها صحيح فكان يسأل يعني الولد مسكين يعني هو ما عنده ذاك المؤهل خسر تجارة ولا عنده ذاك الدخل المادي كان شغال في شركة تقريبا راتبه ما يتعدى يمكن 3000 ريال حتى أقل 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 أسرع اقعد وهو يحب يحب قصائد اللغة العربية فهمتوا صلى على النبي صلى على النبي اصبر لا لا والله اتسول ابو عثمان ابوه اسلم فهمتوا كان يحب القصائد الرجال يعني ملم بالادب وبالقصائد اللغة العربية وملم بالحاجات هذه هو لو قلت اسمه على طول بينعرف لكني ما اسلم اقعد الرجال ما يكون علي مفرح لا 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 وين جدك استهبل استغفر الله يا مريم لا والله ماني خلي رجع خلي دقيقه عشان عارف نقفيط قبل شيء ايش قال يوم جال واحد لا يا فهد معي اصلا في القصه انه الاب خلوه يكمل اسلم تفاولون على ابوي ان شاء الله لا رجع اسلم فهمتوا والله انه ما حد يسولف معك اسلم يا ابن حلال ما عاد بسولف زعلت يا ولد والله انت كمل لا كمل افتح لنا مو خلاص عادي افتح ثالث طب بقول لكم قصه ليلى ومجنون ها افتح خلاص 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 تكفى يا علي والله اني متحمس للسالفه يا الربع في فرق بين الطقطقه والسوالف الجديه افصلوا شوي بينهم علي سيد حاتم والله ما اقول كلمه سولف علي والله انت تكلم انا متحمس طيب للسالفه قاعد مرمي الكلام انا كذا سولف والله ماني مسولف والله ماني مسولف والله ماني مسولف ما عادي قدرنا الله يهديك يا حاتم انا راسي صلت شوف سبعتك والله اني متحمس للسالفه يلا اسلم خلونا نبغى يسولف سولف لا لا خلاص انا متحمس للسالفه طيب السالفه عندك يا علي والله اني متحمس لحظه تصمت حتى علي يا ولد سولف ما راح اتكلم سولف اقوم لا عشان تسولفوا خلاص سولفوا عادي ما ابي اسولف بيستمع ما راح نسولف هذا طال عمرك ايوه انا علي علي اسلم ابو صلاح علي اسلم والله شوف تكفى عطنا قصه هذاك الرجال اللي هذا طال عمرك عطني السبح اورد ها اي ورد ابو عثمان اسلم والله اني ما ادري ايش اقول بس اقول طال عمرك هذا واحد
ساكن في حدا القرايا. ها؟ أقول ساكن في حدا القرايا. اسمع القرى. القرى يعني ما أعرف وش مجموعها، ولكن ذي زجتنا. أنا آسف يا حاتم. اسلم. هاك هاك. اي. يوم سكن بحد القرايا، هذا ساكن بحد القرايا قديم السالفه شوي. ايوه. هو ساكن تخبرون هو يدرس الحين ثانوي. هو ويا بعض خواته وكذا. وتجي فرصه يوم خلص الدراسه العامه. قبلته جامعه في المدينه اللي هو قريب منها. ويروح قال ابوها جل دم كذا انت تبي تروح دايم للمدينه فخذ خال خواتك انقلهم عندك يعني بحايل هو قرى حايل هو زين خلنا نمثله بحايل قرى حايل فقال انقل خواتك داخل حايل تجيبهم معك وين طلع من الجامعه وين رايح الجامعه تنزلها قال خلاص وهذا هو ويمر الاول الشهر الاول ثاني ثالث ترمين وتجي فترة صار يتأخر شوي على خواته أو يتأخر عليه خواته تخبرون أول أحوالهم مصلح أحوالهم يا الله ويا الله يعني يا الله تخبرون اللي إذا رجعت البيت تنتظر غدا أمك باللهوبة هاي أمه متى الغدا خلصتي على ذاك الوقت يا الله وأنت راجع من المدرسة هاي يا الغدا وين ما تأكل الحين ما شاء الله مطاعم والدنيا وتجي هيك اللحظة وهو يخلص بدري ويروح المدرسة انتظر خواتنا ما يتأخر شوي ويجي اللي بعدها اليوم إلا هاك الزحمة زحمة المدرسة زحمة هو يوقف شوي بعيد إلا تحت شقة إلا هاك البنت والولد صغيرين المصريين يلعبون هو تخبر ديدسن قديمة سيارته وهنقلين ودنيا يعني. ويلعب معهم يضحك شوي إلا أم هالورعان دورة الوغدان تحس بالمصريه فوق وتشوف عيال هم يلعبوا اليوم الاول قاطي يمكن مركز عليه يوم جاء اليوم الثاني الا هو صار يقف في هالمكان يتعمد عشان يجي يلعب مع المصريه لين ما تخلص الزحمه لين ما يلعب يتعمد يجي بهالمكان لو كان في زحمه خفيفه بهالمكان عشان يلعب مع المصري يحبهم يقول احليلهم اللي مو ملاحظت عليهم يوم رجعوا قالت لهم امهم هذا وليه كذا وكذا قال يا بس يلعبوا كذا وما يعني حسنت الظن فيه تخبرون اول وش هو الفطور شو اسمها جمريه ولا صمولي ولا شيء ما في يعني حتى جبن وهذا قصيده ايه خبزه قالت اجل خذوا وما تعطيه هالدويره هذا قالت عطوا كلوا انتوا وياه افطروا كخ ويزرني يعطون من قال قال كذا وراعي يفتحها ولا هالاخضر وهالملون وهالاحمر وش الا وشو الا هي قاسمة لا فلافل اه اول مره اشوف هالخضر هالاخضر ذا واللون الاحمر ذا وش اسمه البصل ما ادري شو اسمه مخلل ايوه ومبسوط يذوقها قال له وش هالك وش هالشيء ذا ما هو مستغربها يوم رجع لامها هاك اليوم الا قال ما ابي غدا استغربت تخبرها اول يجي هالكان الغدا الغدا قالت له يا اخو ولدكم اخوكم كامل كل ما هو مش يمكن كالي ولا تعبان واليوم الثاني هم يجيبون مبسوط وعلى هالمدة إلين وهم ينقطعوا وتروح الحياة تمشي الأيام والشهور والسنين وإلا هذولا اللي هو يا خواته الله رزقهم فتح عليهم والتجارة وأمورهم صارت ممتازة فانتاستك صارت لهم أعمال وصارت لهم يعني خيرات يجي هاك الوقت إلا ما نسى فضل هالسندويشة هذه اللي يعطونهم إياك الفضل يا بيض ما نسى قال إلا روح المكان ذاك بسألها هو يروح قال تخبرون فلان اللي كذا كانوا هنا بس إيه أنا راح قبل فترة كذا أنا سنة. إلا ترى قبل سأل الورعان هذولا المصريين الصغار عن مكانهم وين القرية اللي هم فيها بمصر يعني ديرتهم البلدة وعرفها أربه راح لهم إلا عاد مر الوقت شوي إلا صار له أعمال هناك وله يعني مشاريع في مصر وحط من خلال رحت المصر دي إلا أنه يروح العائلة دي يدور يدور هو يروح
يوم خلص شغله قال ابي المكان الفلاني الدير الفلاني، ويروح يدور يدور فلان فلان عارفين ليه ما وصل. يوم وصلهم ويطق وتفتح البنت، يوم فتحت البنت تشوفها قالت لهم كذا انتم يعني ما عرفته ما عرف، قالت لهم عيال فلاني كم سنه مره؟ قال لي كبار والعيال كبرت البنت يمكن كم عمر 20 كذا 18 يعني صارت مره. قالت مين معي؟ قال انا فلان الاول كذا وكذا، وتبكي ذكرته ايوه وتبكي وراح اخو قوش قال كذا كذا ويبكي اخوه وروحوا لهم وما تبكي تفرح ويفرحوا ذاك اليوم الا هم ساكنين يعني بخرابه وحالتهم وسط. قال عاد انا والله ما نسيت فضلكم لي من هاك الزمان والسندويشه دي يعني اشوفها شيء كبير تعني لي كثير. اي لما اللي بجنبهم شقق تبنى جديده هو يروح ياخذها يشتريها كامل ويمشي راتب للام شهري ويوظف البنت ويوظف الولد السكن لهم ويخلي الام وبنته والولد هم مسؤولين عن السكن عن 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 الشقه دي كامله الشقق دي هم يعني اللي يديرونها هو الدخل لهم وكل شيء لهم كل شيء لهم شرف عطاهم. اي بعد هو يجي قال اعجب بالبنت ويروح لهم قال ترى بعد ما تصلحت امورهم وصار يعني بعد فتره ويجي قال انا ابي يعني على سنه الله ورسوله بنتكم. اي قالوا ما في احسن من كذا رجل خير ما نسانا من هناك يعني عشان شيء وتتزوجها ويجون عاد الديره اللي هم فيها بالسعوديه ما هي بحايل هم يجون بهالديره وهم يعيشون والحين عيالهم يعني دكاتره بروفيسورا يعني بروفيسورين ولا بروف يعني بروفيسور كذا. القصه دي حقيقيه صح؟ نعم نعم حقيقيه. وعاد سبحان الله شوف يقول الكريم او انه يعني الطيب في الطيب ما ما يعني ما تستغربه ما تستغرب يعني تخيلوا قطعه خبز ولا كان يعني معطينا بعد يعني اذا انت اكرمت الكريمه ملكته واذا انت اكرمت اللئيمه تمرد. يا سلام فعشان هذه القطعه سبحان الله شوف والله والله القصه فخمه وترى هم بعد هذول العائله المصريه كريمه. ليش؟ شافوا حالته وسيارته وهذا امهم عطتهم سندويش يعطيه فسبحان الله شوف كيف حال الحول ودار قصه يعني انا والله انا بعد يمكن سردي لها ما كان نفس ما سمعت. والله اي والله والله احب قصصك حتى انا يا حبيبي والله سردك جميل الله يعينك. طيب علي انا عندكم بروح كم سالفتك؟ لا بجيكم بس اني بنتظر سلطي حتى يخلص سالفته بجي اذا خلصتوا الحقني يا حاتم عشان ابغى اسجل. ايوه ايوه اعطاني حايل اسلم اعطاني حايل يقول حايل عنده وش ونظر بالشبه وتذكرت موقف صار معي رحت في عز الشتاء عز الشتاء قبل سنتين او ثلاث سنوات وادي اجا وسلمى جبل تعرفه بين الجبلين كذا فيها عقده لا مي بعقده عقده يا اخي وش مدري يسمونه ما هي بعقده لا تغريز وتتنى شيء بس مو بشيء جبل يمينك وجبل يسارك ومساحه كبيره بين الجبلين الجبل عقده ما هو ما متصلت كيف عقده كذا جبل اجاوز عقده اجاوز جبل يمين جبل يسار جبال كثير وبالوسط يعني الناس داخل حايل شنو داخل حايل؟ حايل يعني؟ لا لا مكشات كشته هي مكشات احنا طالعين يا اخي طالعين والله ما ادري اسم المنطقه بس ما هي بعقده لا انت عارف عقده؟ انا اعرف ما اعرف عقده اللي كان معنا يقول له هذه عقده يقول لي لا ما هي بعقده ما يقول ما هي عقده يقول ما هي عقده وش اسم المنطقه؟ نفود هي يا اخي جبل يمين وجبل يسار والجبال ملسه كذا ما هي كل جبال حايل كذا عرفت؟ كل جبال جبل يمين وجبل يسار وبالوسط نفود خشن كنا نفود شيء مشار ما ادري مشار مشار المهم باكر مكان نعم مشار الليل. نعم وتعشينا وخلصنا امورنا وقلنا احنا طبعا نخيم ثلاث ايام او يومين ونص كذا جينا من الصباح افطرنا وتغدينا وعقب صلاه العشاء تعشينا وخلاص حمدنا نبي نريح برد ولا في هاك الجمره اللي كبر الجلسه هذه
جمره؟ جمر. ايه احنا شابين ضوء من من عصر. جمرت جمرت والجمر باقي موجود. عرفت؟ الربع قالوا كل واحد يرقد بسيارته، احنا ثلاث سيارات. انا قلت لا، الجو زاين لي برقد برا. معي فاروتي ومعي اموري وبرقد. فعلا والله اني انسدحك. بالسلامة ورحمة الله وبركاته. مرحبا مساء. وعليكم السلام. واني انسدح جنب الجمر وانا. ظلام برد زمهرير، البرد اللي شفت اللي يقول لك يقص المسمار. عزلة برد. عرفت؟ والله هني اعطيت هاك الغطه اللي اسمع حولي. طبعا انا لحالي برا البقيه كلهم بالسياره. انا لحالي اللي كل واحد خذ جوالاته وخذ اموره لسها. انا جوالي وين حاطه؟ حاطه فاروتي ومتلحف فاروتي. ايه انت سمعت شلون؟ ولا ايش الصوت ذا؟ ايش وقال يسلم. واللي اسمع هاك الصوت اللي كانها رجول تمشي. ايه ومتجهه صوبي. ايوه رجول تمشي ومتجهه صوبي. انا استوشيت. الصوت صح هاي من النوم. شفت اللي وطيت على حصى ما في صوت كذا؟ هذا. وانا ارضنا هناك عاد كلها حجر بدون تكرمون التراب. اي يا سلام عليك. بس انها تحس انها اي هي ناعمه. لا تغريد ناعمه. عرفت؟ على تغريد خشنه مي بناعمه. ايه. المهم وانا احاول قلت لا وسواس ولا شيء واسيد ايش صار الا والله الصوت كل ما انا يقرب. ظلام. افتح ال اعوذ بالله افتح الفروه بشوف وش السالفه. صوت يقرب حولي. ظلام ما اشوف شيء. وما في حولنا كشاته يمكن يعني احاول اشوف انوارهم. واخويا اللي معي خمسه كلهم نايمين. ولا الصوت بيني وبينه مثل بيني وبين حسن. وانا اصيح بعلى صوتي يا ولد ابي. قلت ما هذا رد على جاي بيسرق ولا انه من اخواننا من الجن. ما في له ما في يعني اخواننا من الجن. واحد انه يبي جاي يبي ياخذ من الامور اللي معنا جوالات ولا شيء ولا عليك. الله تتخيل الخوف اللي انا عشته هاك الوقت. ويطلع مع واحد من اخوياي نومه خفيف ومعه كشاف ذاك اللي ينور نور اللي رجوله حجل وذانها طوال يركض. وش هو؟ احمر الله يكرمكم ويكرم السامعين. الاحمر جاي ياخذ الزباين الاكياس وكذا يدور رزقه يدور رزقه. نعم. وانا يامر كذا من الغفله دعيت عليه ألف دعوه. الله ياخذك. هذا وانا مركز معك. عايز يجيني النوم بعد حي. المساله مو بهنا. المساله مو بهنا. المساله تجي اليوم الثاني. قالوا هاي يا مايك ترقد برا. قلت والله مرقد برا. مرقد اول واحد يقول بالموتر انا. بس يعني انا ارقد بالموتر. الله يا غبني في نفسي. غبني في نفسي انا. شوف نومه البر. نعم نومه البر جميله. جميله بس يا اخي هي عز البرد على دفع على دفوه الجمر. شوف. على الخوف. ولكن تتخيل ديره ما تعرف فيها احد. من اعتاد النوم في البر بالظلام وكشتات وكذا وعلى الجو هذا من اعتاد. نعم اعتاد. ترى الخوف هذا شعور بس يدخل الانسان في قلبه. صح صح الخوف. خوف. صح الخوف. انت قد رقدت في البر لحالك؟ اي بس يعني خلاص مع الوقت تتعود. وانا كثير والله كثير يا اخي. انا ما ادري اقول لك. شوف شوف ما هو خوف ترى بقدر. هو قد في شيء قلت. انا أيوه. ما اخاف لكن انا الصوت هو اللي يزعل علي العروسي اني اشب النار يا طويل العمر والسلام. بالذات في الديره جو معروف لا لمبه ولا شيء. شب النار يا زينه يا زينه. اي بس ابراهيم ابو عثمان مكان تعرفه. عرفت؟ ابد والله محل ما انا يا مالك. يمكن الشخص اللي يعرفني من قبل من قبل البدايه انسان كثير السفر. ما اتكي في ديره واحده اكثر من شهر الا الرياض طق تبدي. انا سافرت اروح مدينه اروح الجنوب اروح القصيره اروح رحت وصلت شروره وصلت قريات وبردر وصلت الشرقيه وصلت جده. ما خليت منطقه مناطقه ممكن لو جيتها. انا حدي مكه وخط. ما اروح طيران اروح خط بس. مكه بالك سنت طال عمرك عزبه كامله وعزبه نوم عزبه فطور وغدا وعشاء كامله مكمله والكامل الله سبحانه. عرفت؟ جاني النوم لبقت موتر يمين رقدت. مرات اطلع مكشات اطلع مثلا تفتح بثوث انت في البرامج؟ اي بالاسود. كم بالشهر كم مره يعني؟ مرت علي فتره افتح يوميا مرت علي فتره مرت هذا الشهر ما افتح له مره. والله صدق يعني كم يدخلون بثوثك؟ ما اعداد اقل شيء اقل شيء اقل شيء 2500. حلو هذا اقل شيء. وصار تدخل تحديات تلعب؟ لا لا محاضره. دخلت تحديات كم مره بس انه ماني مكثر منها يعني. يمكن تحديات اللي دخلتها كلها مع الناس كلها يمكن حول 50 تحدي.
يعني مع ناس ما تعتبر كثير، ناس معينين مشاهير. دخلت مع مشاهير، دخلت مع اخويا اللي اعرفهم، دخلت مع ناس. تقدر تجيب اسماء ولا لا؟ لا لا خلها خلها بدون اسماء. تمام عادي بدون. الشاهد من السالفه ان المنطقه اللي هناك انا متعود انهم تسافر، انا هنا بالرياض مرات ما ودك تسافر لكن تمسك درب ودك تكشف لحالك. جيت تعرفها وتعرف انا حايل وقتها اجيها، لكن المنطقه ذيك اول مره اجيها. وش اللي خوفني؟ الصوت اللي يخرفش حولي وانا لحالي برا في عيب السياره. قلت الضحيه الاولى انا، انا اللي بقاوم فعلا. والشيطان حريص، الشيطان وده يحط الخوف بك. كم متابعينك في البرنامج يا اسود؟ قرب بعد اذنكم يا حبيبي. والله متابعات ما ادقق، عرفت مثل ما اشوف المشاهدات، عرفت المشاهدات عاليه، في عندي مقاطع 2 مليون 3 مليون. لا لا متابعين والله ما ادري، اكثر من 100 والله ما ادري. اي ظاهره لكن والله ما ادري، ما اركز فيها. عندي يعني تنتبه للمشاهدات اكثر؟ لا انا طال عمرك مقاطع، انزل مقاطع ومقطع ايام نزلت يضرب ب10. اي يعني تنجذب للمشاهدات اكثر من المتابعين؟ انا اي مشاهدات اكثر من المتابعين اكيد. لا تنجذب لها. كيف انجذب لها؟ يعني وش تهتم لها اكثر، المتابعين ولا المشاهدات؟ كلها الاثنين، كلها. ايش الفائده 100,000 ويشوف مقطعك 100، عرفت؟ صح. وش الفائده يشوف مقطعك مليون واحد وفي النهايه يتابعك 100؟ كلها هذه مكمله لهذه، عرفت؟ كل ما زادت المشاهدات. بس اذا تابع مقطعك مليون واحد بتجي اضافات. بتجي اضافات، لكن ودك ان المشاهدات تكون على مستوى المتابعات او اكثر، عرفت؟ انا لا مثلا المشاهدات ابطال سانسن مشاهد سان ابطال بيسوس. المشاهدات عندي عاليه اعلى من المتابعات. الله يقاطعكم. وين؟ الشيخ وين متى بيجي؟ عرفت؟ افندم افندم ايش يعني؟ مو بكم هير قال. وش قال؟ افندم يا حسن وش يعني؟ افندم حسود يعني. نعم اما افندم يعني نعم. اوه عبد الزمان يتعلم التركي وش رايك؟ كم الساعة معك ساعة؟ واحد يمكن وخمسين. 51 2 يعني. تدري ايش حلاتها؟ الصاج بعدين سمنة. والله حلاتها ننزع المكاتب ونرقد. هاي مشينا. والله في انه لكن انتظر البث ينتهي عشان اروح ارقد. يا ولد البرد يقلب علي ضروسي. افا. الله استاذي روحنا كلنا والله بمشي حتى انا والله. الرجال هذا داخل تدفى شوي. من اليوم احنا نتسك.